التقرير تاعنا يحتوي على 214 صفحة، وفيه حوالي 331 توصية للحكومة، للبرلمان، للسلطات بصفة عامة، وأطلعنا عليها رئيس الجمهورية. احنا نشوف أنه في إطار الجزائر الجديدة وإعطاء وجه جديد على أن الجزائر سيرة في بالنسبة لمسألة حقوق الإنسان، احنا اقترحنا أنه علينا أن نصادق على اتفاقية الاختفاء القسري. بلدنا خالي من الاختفاء القسري، باش ندي الناس هكذا والناس ما تعرفش وين راحوا وكذا الى اخره. حنا تنتهي بصفه عامه، ونصادق على هذه الاتفاقيه. اهم ما ميز 2019 هو الحراك، ولن اذيع سرا كي قلت للسيد رئيس الجمهوريه لما سلمت له التقرير، اول سؤال قال لي واش كاين الحراك ولا؟ قلت له نعم سيد الرئيس، موجود وموجود بكل قوه. احنا اولا حللنا الحراك هذا، لانه احنا عندنا مراسلين محليين. احنا وصلنا النتيجة الى ان الحقيقة كانت فيه حرية كبيرة، وكانت فيه سلمية كبيرة. رئيس الجمهورية متشبع بثقافة حقوق الانسان، ويقول بأنه أنا بالنسبة لي سوف تكون حقوق الإنسان في قلب كل السياسات، لأنه حقوق الإنسان يجب أن تكون هي النهج الذي يكون وراء كل السياسات. السيد رئيس الجمهورية ولمسنا تفاهم أنه ماذا به أنه ندلوه في ميداننا على وين هي الثغرات باش نتصدى لها من أجل يعني العمل بها، لأنه في منظور الجزائر الجديدة هي أنه تكون ديمقراطية، يعني الناس هي اللي تخير حكامها وممثليها، هي أن تكون خالية من التفاوت، فهمتني، والقضاء على التمييز والاهتمام خصوصا بالفئات الهشة. أنا النجم نوصف 2019 بأنه خطوة إلى الأمام في مجال حقوق الإنسان. لماذا؟ لأن الشعب صعد، ما كانش فيه قمع بصفة عامة، ولأن العنصر الأساسي أنه الشعب صعد فوجد مرافقة من طرف الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني. إذن فهذا العناصر هذه أعطت إلى أنه بلدنا في مجال حقوق الإنسان خلق هوامش جديدة من حرية التعبير أكثر، حرية التظاهر أكثر. حرية التظاهر كانت ممنوع، تعرفوا باللي ممنوع في الجزائر العاصمة التظاهرات. إذن وإحنا في الحقيقة هنا في المجلس حتى في التقرير نتاع 2017 ونتاع 2018 أوصينا بضرورة أنه يرفع هذا، لازم نمكن المواطنين من حقهم في التظاهر. لكن الناس هي قايده تفهم حق التظاهر هذا ماهيش فوضى ثانيه، ماهوش معناها انا تجيني في راسي هكا نخرج نبدا في الشارع، لا، لابد كاين قوانين اللي تنظموا، وحنا رايحين دوكا للتصريح، بمعنى ان المنظمين يجب ان نعرف من هما المنظمين، لانه لابد من اصدار قانون. الدستور يتكلم عن المبدا حريه التظاهر السلمي، يعني بالتصريح المسبق. هنا يأتي قانون، احنا نطالبوا في هذه بضرورة الإسراع بإصدار هذا القانون ليكون قانون أكثر توسع وماهوش مضيق على هذه الحرية، سواء بالنسبة للجمعيات، سواء بالنسبة لحرية الصحافة، سواء بالنسبة للتظاهر السلمي. نتلقاو شكاوى في بعض الأحيان، لكن أقول لك أغلب الشكاوى ما جاتناش كثير من الشكاوى بالنسبة هذه نقراوها في التقارير، يعني مثلا التقارير الأجنبية بصفة عامة، لأنه إحنا في التقرير أيضا نتكلم على ماذا تقول التقارير الأجنبية حول وضعية حقوق الإنسان عندنا. يعني ذكرت لك الهيومن رايتس ووتش، الامنستي، المراسلون بيد حدود، هذاك الحريه في الانديه في الولايات المتحده الامريكيه، تقرير الدوله الامريكيه حول حقوق الانسان، واش يقولوا هذا؟ هذو هما اللي يتكلموا في الحقيقه. يقول لك مثلا بانه اثناء الحراك كانت اعتقالات واسعه وتعسفيه. تبع بليه كلمه تعسفيه، تعسفيه واش معناها؟ معناها مخالفه للقانون. لكن احنا لما نقرا تلك التقارير في الحقيقه ما نشاهدش حتى ارقام. احنا كيف نديروا التقرير تاعنا؟ احنا نبعث المديريه العامه للامن، ونبعث لوزاره الداخليه، وزاره العدل عفوا، ونقول لهم اعطيونا الارقام نتاع الاشخاص الذين تم توقيفهم.
غادي نعطيك الارقام. هما جاوبونا ربما الشعب هذه ما يعلمهاش، حنا نكتب للشرطه طبقا للقانون ملزمين بان يجيبونا ويعطيونا المعطيات. تلقينا حوالي 1080 شكوى تغطي مختلف المجالات، تغطي خصوصا اهم الشكاوى اللي جينا هي بخصوص السكن، فهمتني؟ ثم بحول قضايا العداله، ناس يقول لك راني تظلمت راني كذا، الحبس جي كثير من الناس اللي يطلبوا، تعرفوا بلادنا كبيره وكذا الى اخره، فالعائلات تشتكي تقول لك ولدي راهي المراه مريضه والله الزوجه ما عندهاش الامكانيات، هي تسكن في العاصمه والله في بليده، ولدها يبعثوه الغردايه والله الغواط والله كذا الى اخره، فيقولوا هذه احنا ما نقدروش نزوروا هذاك. اذا فنحن نكتب الى وزير العدل وهنا نقول لك راهو بصفه عامه يتم الاستجابه لطلباتنا.